الحمد لله تمام. الله يخرب بيتك يا عزة، هو انت لازم تفسدي وتبوظي كل حاجة في حياتي؟ افسد ايه واهبب ايه؟ انا عمال ارن عليك من الصبح يا خالد. ماشي يا ستي، كنت مشغول ما كنتش عارف ارد عليك. اللي حصل ان امك طفشت من البيت وحلفت ما ترجع هنا تاني. ايه؟ طفشت راحت فين؟ محدش يعرف طبعا، وكلنا عمالين نرن عليها من الصبح مش عايزة ترد على حد.